هعمل لكم دلوقتي شريك. الشريك اللي هنعمله مع بعض دلوقتي ده عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوبايه من السكر ونص كوبايه من السمن واتنين بيضه ولبن للعجن ومعلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر وفانيليا ومعلقه خل كبيره تمام كده. حاضر حاضر حاضر. ممكن نعجن العجينه دي؟ طيب دقيقه؟ لا والله ده دقيقه اهي. 3 كوبايات دقيق. حاضر 3 كوبايات دقيق. ثواني ثواني. معلقه كبيره خميره اهو، معلقه كبيره بيكنج باودر، نص كوبايه من السكر، اقلب دول مع بعض. هنزل عليهم نص كوبايه من السمنه. لو بتعجنيها بايديكي يبقى لازم تسيحي السمن شويه، ما تسيحهاش قوي يعني، بس تفكيها ماشي. كوبايه لا هنعجن باللبن شويه كده. هحط 2 بيضه حالا اهو، 2 بيضه. حاضر اهو 2 بيضه، عليهم فانيليا، عليهم خل، واحطهم على العجينه واعجن باللبن شويه شويه اهي. بصوا دي العجينه اللي اتعملت. هقول تاني عملتها من ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السمنه، 2 بيضه، فانيليا، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، وعجنت باللبن. خلاص كده ما بياخدش لبن كتير، ما كملتش الكوبايه. خلاص كده دي بس هتخمر، وادي العجينه الخمران ماشي. اتعجنت كويس قوي، سبتها تخمر. بعد كده بقطعها ايه؟ كور كده عشان اوريك هنعمل فيها ايه. عندي للوش هنا بيضه انا كسرتها على الفانيليا، وعندي سمسم، وعندي حبه البركه. نعمل صوابع كده، 3 صوابع كده كبار. تمام كده، احاول اخليهم قد بعض. هاجي هنا واروح لما ايه كده تمام، هفوت حته كده واروح لما من هنا كده. واقطع هتبقى كده ماشي، واخليهم ماسكين في بعض حلو قوي. ادي كده هنا برضو امسكها كده وافوت حبه قدهم كده واضغط واقطع واوسع كده برضو. اجي هنا اضغط هنا كده واجي هنا، يعني احاول اخليها رفيعه شويه عشان ما تلحمش على بعض. واجي كده اضم هنا واقطع واشبكهم في بعض. ادي كده الثالثه. تمام عشان نرفعها من هنا شويه اهي كده، اضمهم كده واشوف حته قد ايه برضو. اجي هنا اخليهم حوالي قد بعض كده، ممكن دي هعجنها تاني وابدا اعمل نفس الشكل. تمام كده، يبقى انا عملت هنا ايه؟ ادي كده اوسع عن بعضها كده، اجيب صينيه واضغط كده اهو، اضغط عليها عشان ما تفتحش منك وتلاقي الصوابع فلتت منك. حتى بعد ما تخمر ايه برضو حاولي ان انت تقفلي عليها. حطها كده. بص بقى البيضه مع فانيليا معانا. هاجر اهلا وسهلا، ازيك يا هاجر؟ اهلا، ازاي؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ بصوا كده ادي كده ايه، انا حطيت في كل واحده بس من الصوابع دي سمسم. اخد الصباع الثاني حبه البركه، حبه البركه الصباع الثالث سكر، سكر عادي، سكر سنترافيش اهو،
واسيبها تخمر شويه وادخلها الفرن. وبرده بعد ما تخمر زي ما قلت لك كده، لاحظتي ان دول بداوا يفكوا، لزقيهم حلو قوي في بعض كده قبل ما تدخليها الفرن. اسيبها تخمر بقى شويه وبعدين اروح مدخلها الفرن. تمام، اكمل كل الكميه بالطريقه دي.